مكاتب اسمه يقول تيري هنري لم ينجح تدريبيا الى الان، ولا اتوقع انه سينجح مع الكويت، خصوصا ان دورينا فاشل ولاعبينا سيئين وهنري يجهل اغلبهم. خلونا على المحلي، ومع اني اشوف محمد عبد الله مناسب لتدريب المنتخب، بس شكله الجماعه رفضوا عشان يكون سبير لمدربهم اذا فشل كالعاده. اخونا كل كلامه صح، وصل اخر شيء عند النقطه سبحان الله تعايره ما له شغل يعني مدرب غدير لا وانجازاته يعني بديل يعني يمكن خانته سبير مسعود خانته كلمه غدير خانته كلمه سبير بديل مدرب محقق الرباعيه ولا تاريخه مسعود يقول عنه سبير لا بديل يعني متى احنا نقلب المدرب الوطني يا ابو لهيب هذا بعد المنطق بعد انت هم تبع المنطق يعني واضح يا جماعه كلمه غلط ما نختلف الكلمه بس نادي الكويت دائما محمد ابراهيم مو موجود كمستشار فني او مدير فني متى ما مثلا تم محمد عبد الله متى ما تم اقاله مدرب الكويت متى ما يعني عندهم فتره مثلا يبون مدرب والله يكون محمد عبد الله موجود يمسك بس مو سبير انا صح بس هالكلمه يعني ما الكلمه يعني الكلمه عيب بس هو دائما يعني صراحه دائما هو يكون البديل للمدرب لا ما تنقال يا بالعكس هذا سبير ترى سبير يعني مو لا تاخذه بالمعنى السيء المعنى السلبي انه هو كبديل في لفظ افضل من كلمه سبير في لفظ ثاني ابو سعود ليش سبير يعني مدرب طوارئ مدرب بديل حتى طوارئ ما تنقال بس لا اقول لك ليش مدرب طوارئ ما تنقال والله ما تنقال بس احنا كنا نقولها كذي لا انا اشتغلت مع محمد عبد الله بخيطان 3 مواسم كابتن كبير وصفت منه وايد صراحه ابو جاسم يعني تاريخ الحين سبير ما سويتش عندك ما ينقال سبير عندك شيء ما تقول سبير يعني لا تاخذه انه والله تاير ماشي يعني انا ما اختلف يعني معاه بس على اللفظ بس انه مدرب لا باللغه العربيه باللغه الانجليزيه لما تحولها الى لغه عربيه ترى سبير يعني المنقذ قول المنقذ قول المنقذ يعني تاخذ المعنى ليش تاخذ المعنى العربي والله والله بالانجليزي ترى بتاخذها تقول المنقذ ما ترجمها عربي المنقذ تبي الصج منقذ الذانع والله انا واحد الذاني حتى يوم كان لاعب من افضل محمد المنقذ ولا سبير الكلمه من افضل الذاني بال 18 لا يقول لي قول من افضل من افضل السبير ولا المنقذ قاري بارونو سبير لا بس اقول لك كان ابو عبد الله كابتن محمد قلت لك هو يمكن ما يقصد الكلمه هذه بمعنى المعنى هذا لان انا دائما اثق بمتابعينا عنده انجازات ولا ما عنده؟ عنده طبعا. مدرب وطني ولا مو مدرب وطني؟ مدرب تاريخ بعد نجح ولا ما نجح؟ نجح على المستوى المحلي مستوى ما مسك منتخب يلعب بطولات ما يلعب شيء اسوي خذ بطولات اسوي عطني مدرب اكو اجانب يوم ما عندهم انجازات كاس الاتحاد الاسيوي ما اخذ محمد عبد الله شلون؟ كاس الاتحاد الاسيوي خذ اخر مباراه ولا اخر مباراتين درب الفريق؟ اي اخر مباراه الرباعيه هذه من ضمنهم اوكي مبروك مبروك لا لحظه لا انا بقول مو عاجبك حسام السيد مسك اخر لعبه في بطوله كاس التعدي السيوي مع الفريق العراقي ذا ليش ما تقول بعد نفسه انا ايش قلت لا ما يطارق حسام السيد ما له شغل هذا مدرب ليش مدرب كويتي ها لعبتين ها حتى حسام السيد اخر لعبه يا ابو خذ البطوله يعني جاهز ترى مدرب العربي عبالك مدرب العربي يعني لا عبالك مدرب العربي مورينيو من يعني اللهم جمال بالماضي لانك قاعد يساعدون لاعبين عنده لاعبين على مستوى عالي لا بس لا لكن قول مدرب لا نقلل من ادوار الكابتن محمد عبد الله في نادي الكويت محليا على قولك ما نقلل قاعد نقول انجازات على المستوى المحلي والفوز النقيه هم زعلك هذه بعد لا الفوز النقيه يصير بعد والاسيوي قال لك اخر لعبه مسك الفريق صح اخر لعبتين مسعود قبل نهائي ونهائي تفرق يا مسعود وهذاك اخر لعبه اوكي مدربين الوطنيين محمد ابراهيم يبا زينين لا عندهم انجازات اكثر من الاجانب صح محمد ابراهيم انجازات اكثر من الاجانب عندهم احتراف بطوله مع محمد عبد الله